السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. ورجعكم في فيديو جديد، وفيديو اليوم راح نلعب لعبة تدمير الارض. هذه الفكرة يا جماعة، اسف اني ما بعرف اسولف، معي مرض، عرفتوا علي؟ التأتأة. اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. اوكي، هذا هو كوكب الارض، لازم افجره. لا تدرس عند الموضوع، اضبطكم. نجرب اول شيء. تمت، مو هنا الموت، وهنا العايشين على كوكب الارض. سمع 7 بليار او مليار، المهم عرفت عن الموت. شوف هاي، ما تحسس 13. هذه جماعة، شوف هي فيها الناس عايشين. Let's do this. You are dead بكون ناس. جماعة مات مليار بس، هذا الكوكب مليار، هسا العايشين 7 مليار. اوكي نجرب اللي بعده، الدوامة. تفجير حفر نص الارض، مات 2 مليار يا ولد. جماعة اللعبة اسطورية. شوف الليزر الرعد اللي هو مات كلهم، معقول؟ لا يا جماعة. اوكي يا جماعة، قلوا العايشين 400 300 200، صفر. اللي عايشين على الكوكب صفر يا جماعة، يعني هسه فوت على الكوكب ودك اياه. طبعا كل شيء مكسر، شو بدك تفوت؟ شو ذي؟ تم تدمير هذا الكوكب بنجاح. سوف ننتقل الى الكوكب التالي. شو هذا؟ قولي على حماية. اللي عايشين على هذا الكوكب 812 شخص. جماعة هنشوف الاشياء اللي بعتن ونجرب عليه واحدة واحدة. اتوقع انه مدرر، يعني مش حيال. هذه اللي بلعت مليار مليارين، ما بعرف كم بلعت. دورك يا وحش. شباب الخايف انه ما يصير اشي. خلت الكوكب اللي انا طلقته حن وقتها. هاي هنشوف، هنشوف الرعد اللي ذبح مليارين، تخيلوا. كيف احكي لك هذه من اسمات؟ طيب انت ضعيف، ايش فيه؟ والله ما صار. واذا ننتقل الى يعني التجربة اللي بعد، هنشوف 3 صواريخ ظلوا، 5 صواريخ، صار اشي. هنشوف هاي، ما صار اشي. شوف هذا يا جماعة، شوفوا هذا اسطوري، فوصلت لك منه 2، واحد ثاني كمان. شوف شو ذا، انفجار ثاني. جماعة ماتوا كلهم، لا مات منه ناس، ماتوا كلهم. اوكي بس الحماية باعتها، ماتوا كلهم صحيح، بس الحماية باعتها. شوف الاشي جوا، وتطلق منه صواريخ كثير عشان نفجره. نشوف الله، اشهد يا تاريخ. شوف، اوه ماي جاد، والله اللعبة جماعة اسطورية. سحن وقت لقت يا جماعة، ما تظهر الصواريخ، مليون صاروخ. ايش في؟ وين الانفجارات؟ فول يا ولد. جماعة طبعا انا هسه هدفي اني اكسر الدائرة اللي جوا الكوكب. احا يا حلك بك. شوف هذا بتفلتفل، تقول على الواحد
الطاولة سلفت. هذا قوي. صار صحفة ما تود تنفجر. كم صار؟ كيف هذا؟ اللي بعده. خلاص. تم تفجير الدائرة دائرة والله ما بعرف فجرناها. هسه الكوكب شو ذا الكوكب؟ دعيات. اوكي جو رجعت. اللي عايشين على الكوكب هذا اللي ما بصوا شو اللي عايشين عليه يا جماعة 8 مليار. اوكي بس يعني انا اكون يو ار ديد اكيد. جماعة مدام هو الكوكب لدو هسه ايش هدو ايش هسه تسوي في الكوكب؟ جماعة تفجر هذا. ثواني عيد كل ايش لدو يا جماعة. صاروخ واحد فجر عادي بس ودي فوق هسه راح يفجر كل الكوكب لدو واحد. المشكلة لدو ايش هدو وش نوعك من الصاروخ يا رجل؟ نجرب الثلاثة شوف هذا صفر عايشين عليه. طب شو فايدته في الحياة؟ جماعة لدو فينك بوابة؟ صفر عايشين عليه. طب كيف ودنا نحلها؟ شوف هذا اللي بعده كمان صفر احميها جماعة ودنا. غريب الفئة هذه. شوف الحمراء شو هذا يا خي؟ هاي جماعة كوكب بقى حط عليه قدي ودي ناس. جوا طبعا انا بخبص من عندي. ها كوكب انك سوي انت من عندي عند الارض نعذبهم بس. ودي اجرب ايش انا ما جربته. شو ذا دوده شوفه. شكله مفترس فاتت جوا. طيب وين راح؟ حذران مناس مات. هاي جماعة بفضل تلف في الأرض استبرته وتطلع. لا ايه ناس كده موت وني من هذا شكرا اسطوري يسدون بوك في الارض. خلص تسدون ذبحت 177 هاي ذبحت 177 هذا اتذكر. خلنا نشوف هذا كم بده يذبح. خلاص طيب الله يرحمك. ذبح او ماي جاد ذبح مليار مليار واتوقع انه مليارين قريب. جماعة في صورة شخص اللي ايش انه حاطه نشوف هذا وش بسوي. واحد اجا ضخم. طيب ايوه نسوي ايش يا جماعة ما سوى اشي. هنشوف هذا بقيه مليار. بدي نشوف وش راح يصير في الاخير. طيب خلاص السلام عليكم. هو اللي صوته ذبح مليار لحاله كمان. بس بدنا نجيب الفضائيين
خش خش في الأرض. خش فاضي. آه يا جماعة شكله قوي، صدقوا اللي دخل شوفوا شو سوى. أوه ماي جاد، كلهم ذبح. يا جماعة إيش نوعه؟ بس جماعة ما دام إنه هذا أثبت قوته هسه بدي أجربه لحالكم. هاي عناس كم ها؟ أوكي. لو هو لحاله وش يسوي؟ كم بيذبح لو كان لحاله؟ ذبحهم كلهم. فجر الكوكب كمان. سلم. شو جوا حس بيصير في الكوكب؟ فض. وش بصير؟ أوه ماي جاد. جماعة. كيف تفجر؟ لا بمزح بمزح ما ارجع ارجع. هذا ما اثبت قوته. خلينا نشوف اللي بعديه. هذا 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 يا جماعة تذكروا بذبح كل الأرض، بذبح كل الأرض. كم بذبح هذا؟ اوكي هذا هيبج شك. وش يعني انت يعني قاعد بتحلق للأرض؟ قلت ما اشوف. بيحلق بيحلق يا جماعة استنى. جماعة هذا الجماعة أتوقع بس بمشي دائرة لما يصل لما يصل حديد. ها ضم سوى لي ما شاء الله. طيب هيو بعدك تمشي. بدي بس أنا أشوف وش راح أسوي في الأخير. اتوقع جماعة هذا جماعة قاعد بذبح في الناس. قربت قربت. ويخلي جماعة الخط اقد الخط الثاني. يعني هذه حلاقة اسطورية. نشوف. بالله عليك سبحت والله العظيم انك سهقت بصوتك. ظلها عيد المرحلة. اوكي ضعيف هذا ونشوف هذا بقي بقي. اتوقع انه هذا بحفر في الارض. اوكي بحفر قد ايه بذبح بالكم؟ خلينا نشوف. وين افق خلينا نشوف وين رايح. كم بذبح؟ طيب طالع بخلص شكله هذا. ذبح ذبح يا جماعة 631 من عيد على التجربة على هذا. ما بعرف شو هذا يا جماعة. قصفة أقوى منها ما في. حماية بحط على الأرض. هنشوف وش بصير. بيو شو ذا اللي حطيته أنا؟ ويش بيحمي الأرض هذا؟ يلا أربي جي هذا ولا أربي جي ما شاء الله. فجر الدنيا صدق جماعة والله بحبوه. كفو عليك اخوانك الصغيرات. افزعوا لي يا اخوان. جماعة عندي تجربة اسطورية.
استجمع ودعب بكل ارض حمايات، ودي اجرب اقصف. يلا بس خلينا اعبي الارض حمايات وارجع له. اوكي يا جماعه رجعت. طبعا يا جماعه شوف حبيت الارض ما شاء الله فين يا رياد. استجمع ودي احط انا اقوى صاروخ، عرفتوا وينو كان اقوى صاروخ؟ هجو ها بي ينزل جماعة ليدو جماعة قدها طبقة فوق، وديها بس ينزل على اللي فوق. خنشوف بقدر ادمرهن بعد ليكو الشاشة. خنشوف ها يلا خنشوف. هذا راح يحير يا ترى بذبح 7 مليار. ها خنشوف بقدر حضول الدروع جماعة ايش هذو لو قدر كل ثاني حماية شو الحظ ما قدر. وبس يا جماعة هذه الجماعة كانت تجربة لليوم. أتمنى اللايك والاشتراك وتفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد، ومع السلامة.